السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على طريقة لتحميل اي فيلم بدون انك تدخل على سيرفرات او مواقع عربي اصلا، بدون ما تتعرض لخش من هنا الشقلب من هنا مش عارف ايه. بس اول حاجة الاول لازم تحمل اضافة على جوجل، على جوجل كروم بتاعك. تمام، الاضافة دي هتخليك تقدر تحمل اي فيديو اونلاين او اي فيلم اونلاين. هنبدأ الأول، هنحمل الإضافة. بالأول بتخش على جوجل ستور، جوجل ستور. تمام، الإضافة اسمها فلاش فيديو داونلودر، تمام. هعمل الإضافة عادي خالص. أنا تمام كده كده أنا أصلا محملها، ف أهي هو بيقول ريتت يعني قيمها لأن أنا محملها أصلا يعني. تمام، الإضافة بتظهر لك هنا. بعد ما بتحمل الإضافة دلوقتي بقى عايزين نخش على الموقع اللي هنحمل منه الأفلام. اسمه موقع كبير وحلو بجد، هتلاقي عليه كل الأفلام اللي تتخيلها وبدون سيرفرات بقى والشقلبة بتاعتهم دي. طبعا watch free.io watch. تخش على موقع اسمه watch free.io. تمام، هو موقع شهير يعني. طبعا هنا انت بتخش على واجهة الموقع عادي، بيجيب لك كل الافلام اللي تم الافراج عنها من السينمات يعني احدث الجودات بتاعتها. تمام، انت بتكتب اي فيلم تتخيله يعني، مثلا اي فيلم هتكتب ايه؟ مثلا تايتانيك. انا كنت بحث عنه قبل كده. تمام، اي فيلم انت بتلاقيه. طبعا تحمل الفيلم، فيلم بيظهر لك هنا بيقول لك بليل عايز تتفرج على الفيلم اونلاين، تتفرج على فيديو بس طبعا من غير ترجمة يعني. لا احنا مش هنتفرج عليه طبعا اونلاين عشان موضوع الترجمه. انا طبعا في برامج بتركب من خلالها بتدخل الترجمه للموقع اونلاين، بس البرامج ما بتدعمش عربي. تمام، فهنحمله، مضطرين نحمله. طبعا انت بمجرد بتلاقي الفيلم، طبعا هو بيقول لك هنا مساحته جيجا و 79، بتلاقي مساحه مختلفه. تمام، طبعا انت بتتك على الاضافه بيطلع لك داونلود هنا اهو. بدأ يحمل لي، بس ايه تبع بيحمل على البرنامج الداونلودر بتاع جوجل كروم. طبعا انا مش عايزه على البرنامج بتاع الداونلودر بتاع جوجل كروم. طبعا انت هتجيب الداونلودز هنا اهو. طبعا ده اللينك تاخده، واللينك تيب، بعدين تاخده كابل تحطه في الداونلود مانجر عادي خالص. لان انا بحمل حاجة بس التوازن معايا شوية اهو، بيظهر لي ويبدأ يحمل. تمام، نجرب نعمل تجربة. تمام، مش عايز بس تمام. هنجيب فيلم تاني، اي فيلم، اي عايز جرين مايل مثلا، بحب انا الفيلم ده اسمه ذا جرين مايل، مش عارف حاجة كده، ذا جرين مايل بتاع توم هانكس. تمام، جيبه. طبعا في ضغط على الاضافة، تحميل، تحمل الفيلم، تقوله داونلود. طبعا هو حمله لك على المتصفح نفسه، انا مش عايز على المتصفح. جيب الهيستوري، جيب الداونلودز. تمام، هذا اللينك انه تيب كابل تاخده وضفة رابط، بدأ يحمل معلم. تمام، طبعا الافلام بتنزل من غير ما تكون مترجمة. انت بتفتح طبعا موقع الترجمة الشهير سابسي.
طبعا الموقع ده كله عارفه يعني، بتكتب الفيلم هنا، بتكتب في السيرش هنا الاسم الفيلم وبيجيب لك الترجمة وبتدمجها يعني، بتاخدها بتشيلها بتحطها في البرنامج اللي انت بتشغل بيه الفيلم وخلاص يعني. طبعا كل ده بسبب ان موضوع التورنت هنا في مصر بدأ يتوقف، والموضوع بقى صعب شوية في التحميل وكده، فالموقع ده احسن. طبعا الموقع هنقول اسمه تاني، اسمه watchfree.to www.watchfree.to. اي فيلم تتخيله على الموقع ده تكتب في السيرش وبتجيبه. طبعا لازم الاول تضيف الاضافه دي اسمها فلاش فيديو داونلودر، بتضيفها من السوق جوجل او جوجل ستور او زي ما انت عاوز تسميه. تمام، شكرا.